السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله نعرف رقم تليفون سفارة مالطا في السعودية أو رقم السفارة المالطية في السعودية. رقم التليفون هو 00-966-14-63-23-45. يبقى تاني، رقم سفارة مالطا في السعودية أو رقم السفارة المالطية في السعودية 00-966-146-323-45. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.